بوتفصيل مصطفى ساكن بدوار البطابطة بنقمرة، الجماعة السلالية البطابطة بنقمرة إقليم سيدي قاسم. شكايتي موجهة إلى السيد وزير الداخلية المفتش العام لوزارة الداخلية السيد والي جهة شراردة بن حسن والسيد عامل صاحب الجلالة إقليم سيدي قاسم، رفع الحيف والشطط في استعمال السلطة ديال النواب الجماعة السلالية البطابطة وبن قمرة إقليم سيدي قاسم والسلطة المحلية اللي كتبيع الأرض ديالنا وكتعطيها للناس ليس بذوي الحقوق وما كاينش معانا في الجريدة الرسمية، اللي هو ثابت الاسم ديالنا في الجريدة الرسمية، الجريدة الرسمية ديال دوار البطابطة وبن قمرة. هاد الجريدة الرسمية ديال دوار البطابطة وبن قمرة اللي عندها تيتر شهادة ملكية في اسم الجماعتين، تيتر مشترك رقم تيتر مشترك R18691. فوجئنا بالنواب كيعطيو الناس ليس بذوي الحقوق بتواطؤ من السلطات، والناس اللي استفدوا من القطاع ديال الإصلاح الزراعي من بينهم السيد المرحوم بوتفصيل بن عيسى الورثة ديالو والأبناء ديالو الورثة ديالو، قاموا النواب كاين واحد القطعة أرضية في الجامعة السلالية بطابطة وبن قمرة رقم 47 وسلموا فوتوها للسيد اللي سبق له استفد من الإصلاح الزراعي، استفد من القطاع الإصلاح الزراعي وفوتوا له القطعة 47 وباعوها وقسموها بيناتهم. هالوثائق كل ما يفيد بذلك دي الوثائق، هالعقد البيع العقد البيع باش باعوا. التجأنا لمجلس الوصاية قدمنا لهم شكاية صيفطوها للسيد الباشا ديال مدينة الدار القداري، فوجئنا بتضليل السلطة المحلية للسلطة الإقليمية، داك الجواب مخالف لأن عندنا احنا بما يفيد، عندنا الوثائق، عندنا على أنه كما قلت الوراق باش تباعت البقعة 47 ورسالة من وسميتو كنا وجهنا واحد الرسالة للمركز الفلاحي للاستثمار الفلاحي، شكاية وجهناها له، عندي الوثائق ديالها، ها الشكاية هي هذه. جاوبونا قالوا لنا باللي بوتفصيل بن عيسى استفاد من القطاع الاصلاح الزراعي بخمسه القطارات ومحطه سكنيه فيها 750 متر ما بقاش يسال، والسلطه المحليه كتعطي تضليل في هذا الشيء باغيه باش تنوض الفوضى في البلاد، حنا تحت القانون والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا وعاش الملك، حنا ما بغينا فوضى في البلاد، حنا بغينا لجنه مركزيه تخرج عندنا لعين المكان وتعطي لكل واحد حقه، حنا بغينا حقنا، ولا ما عندناش الحق نخويو ديك الارض، ما عندنا ما نديرو فيها، عندنا جميع المسائل بما يفيد، كل شيء عندنا بما يفيد، وراسلنا العم سيدي مجلس الوصايه بالشكايه عن طريق الاستاذ المحامي الاستاذ نور الدين بزدي، راسلنا مجلس الوصايه، جات الشكايه ديالنا العماله صيفطوها للباشا، الباشا جاوب رجع العماله جاوبت مجلس الوصايه، لقينا في الجواب ديالنا باللي السيد الباشا كيحرف الاقوال ديالنا، كيقول باللي المحطه السكنيه عندنا واحد المحطه، حنا دابا الصراع اللي ناض بيناتنا ولد عمي جاو وقال لك يا ودي بغاو يقسموا معنا المحطه السكنيه رقم 72، السيد الباشا حرف جميع الاقوال، قال لنا في الجواب باللي المحطة السكنية ماشي ديال عبد الله بوتفصيل، هو الأب ديالي، ديال الهالك محمد بوتفصيل، الهالك محمد بوتفصيل مات، ها هو حسب الحالة المدنية، ها هي ديال جدي محمد بوتفصيل، حالة مدنية ديالو، ها الصورة ديالو، جدي مات في 1970، القطاع الإصلاح الزراعي تعطى في 1980، يعني هذا السيد ورث في بواه ما بقاش يسال تما،
وكيعطيو تضليل كاذب. دابا حنا بغينا لجنه من المركزيه للسيد وزير الداخليه للمسؤولين يخرجوا معنا العين المكان ويحدوا هادشي يكون جذري يتحد، لان السلطه كتصيفط على الكذوب، حتى حاجه ما كتصيفطها صحوحه باذن ديال المقدمين والناس. النواب باعوا لنا الارض ديالنا، عطاو للناس ليس بذوي الحقوق، بلادنا كاع فركتوها على الناس، وتخرجوا العين المكان بالحضور ديالنا حنا موال الارض، وكل شيء غادي يبان ان شاء الله. وعاش الملك، والله ينصر سيدنا.